بيعنا بودكاست. يسعد اوقاتكم مشاهدين ومستمعين انفوجرات من نمسا او بكل مكان، مع حلقه جديده من بودكاستنا الفني ليالي فيينا من فيينا. ضيف حلقتنا اليوم منتج هوليوودي وله اعمال اعلاميه، منها فيلم ذا ميسفيتس، بطوله النجم بيرس بروسنان، مايك انجلو وهيرموني كورفيلد، وكتابه واخراج ريني هارلين، وايضا فيلم فيت وتو هاورز تو فيجاس، وعمل على مشاريع في بوليوود مثل فيلم تيك اوف، بالإضافة لأعمال تانية جاري العمل على تنفيذها. نرحب بالمنتج الفلسطيني السوري الهوليوودي جلال أبو سمير. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال، نورتنا. أهلا وسهلا فيك أخ عبد، وبتشرف باستضافتي معكم، وإن شاء الله يكون هيك أوقات جميلة نقضي إن شاء الله. إلنا الشرف أكيد أستاذ جلال. صراحة في عنا كتير أسئلة وكتير استفسارات، يعني كمثال مثلا فلسطيني سوري وصل لهوليوود والعالمية. نحن أستاذ جلال حابين نسمع عن تجاربك الهوليوودية، كيف طريقة العمل الهوليوودي، وشو الشيء اللي خلاك أنت مثلا كمنتج تتجه إلى هوليوود مثلا بعيدا عن الإنتاج العربي؟ هو سؤال مهم الصراحة، لأنه يعني أكثر من لقاء سألوا نفس السؤال. كان توجهي بالنسبة لموضوع الإنتاج في هوليوود بسبب عدة عوامل. نحن بنعرف المخرج والمنتج الراحل مصطفى العقاد كان له بصمة مميزة في عالم صناعة السينما العربية، وكان مثل يعني بصمة فارقة صراحة بالمجال، ونوعا ما أنا بعتبره قدوة لي في هالمجال، وشوي هيك توفرت الظروف المؤهلات الإمكانيات كلها تساعدت حتى يكون توجهي للأعمال العالمية أكثر من التوجه المحلي. يعني يا سيدي، ونعم القدوة ونعم المقتدي أستاذ جلال. صراحة أنا بدي أسألك من تجربتك أنت، شو الفرق اللي بيميز الإنتاج الغربي أو الهوليوودي بشكل خاص أو البوليوودي عن الإنتاج العربي؟ شو الصعوبات، شو المميزات ممكن تكون بالفرق بين الاثنين العربي والغربي؟ هلا نحن بنعرف مجال صناعة السينما هو يعني ينقسم لعدة مدارس. هوليوود هي اللي بتاخذ الحيز الأكبر حول العالم نظرا لعدة عوامل، منها موضوع التسويق، ممكن موضوع الشريحة اللي عم تشتغل بهالمجال من مشاهير والماركتينج اللي عم بيتم لهم. عندنا شريحة بوليوود هي اللي تعتبر يعني نحن عربيا النسخة الثانية أو النسخة المكررة عن هوليوود، حتى كتسمية كمان إذا تلاحظ في تقارب كبير صحيح. من ناحية التسمية. هلأ هوليوود الشيء الملفت فيها اللي هي الاحترافية، يعني إحنا لما دخلنا بمشروع The Misfits اللي كان في بيرس بروسنان، تيم روث، نيك كانون، جيمي شونغ، حتى كان في الفنان والنجم الصديق والأخ سامر المصري. المصري صحيح. تماماً، أبو شهاب العقيد. فلما كان موضوع التصوير يعني كان في احترافية عالية، الأمور تمشي بتنسيق عالي المستوى، في احترافية من ناحية إسناد المهام، من ناحية اختيار الفريق، من ناحية إدارة العملية الإنتاجية from A to Z. يعني ما بتلاقي إنه في أمور عم تمشي بعشوائية أو أمور مثلاً غير محسوبة حسابها. من ناحية مثلاً أدق التفاصيل، موضوع الست لما يكون جاهز من كل النواحي الفنية، من ناحية الإضاءة، من ناحية المعدات، من ناحية فريق العمل، الكوادر، التجهيزات، يعني هاي جزئية لاحظتها بشكل كبير في هوليوود. بوليوود طبعاً إلى حد ما في تقارب الصراحة بالاحترافية. يعني هلا حتى في الشيء الملفت بالنسبة لبوليوود في عالم أخذ التصور اللي هو إنه بوليوود هي أفلام يعني من الخيال، أفلام اللو كواليتي نوعا ما. تماما، من ناحية المنتج البصر اللي عم يتم طرحه. لكن بصراحة أنا من خلال تعاملي معهم ومن خلال معرفتي بعدة منتجين عاملين أعمال ضخمة وأعمال معروفة عالميا وفي لها إيرادات، يعني حتى يعني في احترافية عم بتصير. هاي الاحترافية الشيء اللي عم بيصير بالعالم العربي إنه شوي عم تنتشر
او عم تطبق في العالم العربي، ممكن من ناحيه انه انتقال خبرات، عالم عم تشتغل بافلام عالميه بيتم تصويرها في العالم العربي شوي شوي، هذا الشيء كمان يعني في وعي كبير في مجال السينما العربيه من ناحيه المعدات، من ناحيه الزوايا، من ناحيه التعامل مع الصوره، من ناحيه التعامل مع المنتج البصري ككل، باعتبار نحن عم نحكي بمجال صناعه. صحيح. اولا اخرا صناعه السينما بيسموها، يعني هي شيء يعني مو مجال بسيط نحن نتكلم فيه، مجال له ابعاد عميقه، مجال له عائدات ضخمه، عم بتشكل اقتصادات لبعض الدول، عم بتشكل يعني عنصر مهم من الاقتصاد الوطني. استاذ جلال، انت هلا تفضلت وحكيت على موضوع الانضباط بالضبط، يعني الفرق بين الانتاج العربي والشغل العربي او الشغل البوليوودي او الهوليوودي. شو ملاحظاتك على الانضباط العربي ممكن يكون بالشغل العربي والانتاج العربي؟ مثل ما تفضلت موضوع الديتيلز والعمل على ادق التفاصيل اللي بتتبعوها ببوليوود او بهوليوود، هل الشيء نحن فعلا بنفتقده بانتاجنا العربي؟ حقيقه هالجزئية هاي يعني الفرق تبعها واضح بين عالمنا العربي أو الصناعة السينمائية العربية أو الصناعة التلفزيونية العربية بشكل عام، فرق واضح بين هون وبين هوليود. يعني في هوليود بتشوف كل شيء مرتب، كل شيء منسق، كل شيء مدروس بأدق التفاصيل، حتى على مبدأ أساساً هون في جزئية المفروض أن تكون واضحة. بالنسبة لهوليود الممثل ما بيروح دايركت بيعمل معك الديل من دون ما يكون في ايجنسي مثلا من خلال انت بتعمل الديل، او من دون ما بيكون في يونيون. اليونيون هو الاتحاد اللي بيضبط عملية التعاقد بين الممثل وبين شركة الانتاج. صحيح. شركة الانتاج بالضبط، بحيث انه كل شيء يكون موثق، كل شيء يكون مشغال بمبدا دوكيومنتس تتوقع في يعني كونتراكت بيتوقع بيلزم الطرفين. فنحن لما نمشي بالمسار الهوليودي عم نشوف انه هذا الشيء موجود بشكل كبير وبشكل واضح، لكن في عالمنا العربي هذا الشيء ما عم نشوفه. يعني اوكي ممكن مؤخرا عم بيصير موجود، بس مع هيك عم بيصير في اخلال. هلا طبعا انا ما بحكي لك انه هوليود يعني 100% كل الممثلين ملتزمين، يعني من دون ذكر اسماء في ممثلين يعني اسماء كبيره واسماء عم تعمل ارقام شباك التذاكر البوكس أوفيس وغيره، بس ما بتلاقي عندهم التزام. بس بالنهاية مرجوعك كأنت كمنتج وصاحب عمل مع الممثل عم يكون في أوراق عم تحكمك من بداية التعاقد وصولنا لمرحلة البوست برودكشن ومرحلة التوزيع للفيلم. هذا الشيء بعالمنا العربي ما عم يكون موجود في كل الأعمال، عم يكون موجود بشكل يعني بس من باب انه اوكي في عقد تمام، بس ما عم يكون بيتناول كل التفاصيل اللي عم تكون عم تتواجد عم تحمي الممثل ممكن او شركة الانتاج في الصيغة الهوليودية، في الصيغة الهوليودية للتعامل والتعاقد. يعني هل هي اقوى يعني الصيغة هل هي اقوى الصيغة الهوليودية من حيث حماية الممثل بشكل خاص وشركة الانتاج كمان، يعني كمان حقوق تقع على الطرفين وواجبات، هل هي اقوى؟ طبعا هي اقوى. وفي كمان جدير بالذكر انه حتى على مستوى التعامل القانوني في التعاقدات اللي عم بتتم بين اليونيون وبين بين الاتحاد وبين شركات الانتاج والمنتجين، عم بيصيغ هالعقود محامين متخصصين في مجال الانترتينمنت، مجال الترفيه، لانه انت بتعرف المجال القانوني تخصصات، يعني طبعا تخصص قانوني في شؤون الأسرية، في عندك تخصص قانوني في شؤون التجارية الصناعية إلى آخره. فصار في هوليود حتى تخصص قانوني في مجال الترفيه أو صناعة الترفيه في مجال تماما. فهذا الشيء يعني عم بيخلي أنه نحن بنعرف أنه صار في التزام عالي بيضبط آلية التعاقد بين الطرفين. أنت كممثل بغض النظر شو ما كان اسمك، إن شاء الله اسمك بيجيب مثلا عشرات الملايين أو مئات الملايين شباك تذاكر، أو مثلا شركة إنتاج مبتدئة صار عم تشتغل أول عمل. أوكي، بس أستاذ جلال بالنسبة لموضوع اللي فهمته من حضرتك،
موضوع حتى لو نجم كبير هوليوودي مثلا وإله اسمه وتاريخه الفني الطويل واسمه العالمي، هل هو أيضا يتعامل ويخضع لتجارب أداء مثلا، أو يتعامل مع مثلا كاستينج دايركتور، أو يعني لا يتعامل بشكل فينا نقول علاقات مثلا، مثل ما بتعرف حضرتك بالوسط العربي الفني العربي، مثل ما بنقول أنه أغلبهم نتجه بشكل شخصي ومعرفة شخصية إلى الفنان سين ما بشكل دايركت مباشر، والعقد ممكن نوقعه بعدين وما في تجارب أداء، خلاص أنا بدي الفنان لأنه فنان. هل بهوليوود تمشي نفس الطريقة؟ هلا في هوليوود موضوع العلاقات بيخدم كتير من ناحية تخفيف أجور الممثلين وخصوصا المشاهير. يعني نحن محكم علاقاتنا مثلا مع مشاهير معينين بنجيب الريت أو الـ الممثل بأجر أخف من لما بيكون نحن تعاقدنا عن طريق الإيجنسي تبعه أو طريق اليونيون، تمام. لكن بالنهاية بموضوع الكاستنج ما بيصير للممثلين البروفيشنال. يعني نحن الآن في جزئية لازم نحن نعرفها، نحن هون بالعالم العربي في عرف مثلا ممثل صف أول، ممثل صف ثاني، ممثل صف ثالث، وإلى آخره ممثلين أدوار ثانوية وكذا. لكن في هوليوود الموضوع في عنا كلاس A، كلاس B، كلاس C، يعني نفس المبدأ تصنيفات. صحيح. كلاس A أنت تعمل مع ممثل صار بيمثل سنين، مع ممثل اكتسب الخبرة، أحيانا حتى بيكون عنده خبرة أكتر من المخرج، لأن الممثل هون كمان هو إنسان بيعرف لما بيكون محترف بيعرف كيف هو يظهر الأداء بالشكل اللي ممكن ما يتوقعه الدايركتر اللي عم يتعامل معه. طبعا انت بتعرف بشكل ايجابي، صحيح، بشكل ايجابي وبيخدم العمل اكثر. هلا الشيء الملفت بالموضوع انه الممثلين المشهورين واللي اساسا يعني مشهود لهم بالبراعه اللي اخذين مثلا جوائز الايمي او الاوسكار او غيره، هذول طبعا ما بيصيروا كاستنج. حتى الممثلين الثانيين يعني البي والسي ما بيصيروا كاستنج، بس هو وجود الكاستنج ليضبط الافراد او الممثلين الثانيين او الأدوار الثانوية ممكن. الأدوار الثانوية تمام، الإكسترا اللي إحنا هون بالعالم العربي نسميه الكومبارس. تمام. هاي موضوع الكاستينج. بس بشكل عام الكاستينج بيكون على 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 صلة مع الجميع، بحيث إنه يكون هو حلقة الوصل ليوصل رؤية المخرج في حال كان العمل يعني مو مرتب له فترة سابقة. لأن أنت بتعرف العمل أحيانا بيوصل السكريبت خلال أسبوع، ولا الأسبوع الثاني رح يكون في عنا تصوير. في ظروف بتحكم العمل، في ظروف بتحكم العمل يعني. طبعا كل عمل له خصوصيته. استاذ جلال سؤالي، هل انت متابع للاعمال العربيه او للدراما السوريه بشكل خاص؟ والله لا، انا بالنسبه لموضوع الاعمال العربيه يعني انا متابع الاعمال العربيه بس مو بالشكل كما يجب صراحه، لان انا كدوري كمنتج تمام، وحتى انا كمان بكتب، يعني انا في عندي اكثر من نص شغال عليهم ك ك ك راح يكون دوري فيهم كاتب ومنتج بنفس الوقت ورسام. اذا في دي يضيف على الموضوع تماما، هاي واحده من المواهب الموجوده عندي، موضوع وخطاط كمان، ممكن خطاط رسام وكاتب وما شاء الله وتصوير، صحيح، بالاضافه للشركه الاعمال الثانيه اللي عم تشتغل فيها كمان في مجال التصوير. تماما في مجال التصوير والبرودكشن. لكن هون بالنسبه لموضوع، رجعنا لموضوع ال الاعمال العربيه، نحن عم نحكي على تفرغك، ممكن وقتك اضيق من انك تتفرغ وتتابع بشكل كاي متابع عادي. تماما، موضوع الوقت هاي كمان جدا عامل مهم، انه انا ما عم بكون متفرغ بشكل كامل، بس انا عم نوع حضوري للاعمال العالميه. يعني احنا هون بحضر اعمال هنديه، تمام، صحيح. بحضر اعمال كوريه، بحضر اعمال اسيويه، بحضر اعمال روسيه. هلا هون ممكن تستغرب، اسباني خفيف، تمام. الاعمال العربيه اللي انا بحضرها بصراحه بحضر اعمال يعني انا بعرف مين الدايركتور تبعها، بكون في معرفه شو هالدايركتور شو عم يقدم، ممكن نص معين كاتبه احد الكتاب اصدقائي، تمام. فانا
مسبقا بشكل استباقي بعرف انه هذا الكاتب عم يقدم عمل يليق انه ينحضر. تتوقع انت المنتج قبل ما تتفاجأ فيه، يعني تتوقع انه هذا عمل على مستوى بتوقع. هل احنا هون دورنا كمنتجين كمان اساسا دراسة السوق، يعني دراسة السوق الانتاجي، دراسة سوق صناعة السينما. يعني هلا مثل فيلم الجوكر، انا حتى اذا بنرجع للفيسبوك انا سابقا نزلت بوست عن الموضوع، لسه ما كان نازل الفيلم بدور السينما، بس من التريلر تمام نزلت على البوست على الفيسبوك وذكرت انه هذا الفيلم راح يتخطى المليار دولار تمام. انا بتذكر بوستك صحيح درامي. تماما. فانا بشوف العمل، بشوف مين الدايركتور تبعه، مين الممثل، النمط تبعه، مستوحي او يعني استباقيا بصير شكل فكرة عن حجم العمل وشو مدى نجاحه. فأنا هون بصير عندي حافز انه احضره، سواء عمل عربي او عمل غربي او غيره. بس هلا الشيء ملفت بالموضوع انه ما شاء الله، يعني هلا في عنا مواهب شابة من ناحية المخرجين العرب ما شاء الله مميزين، سواء اصدقاء مثلا في مصر، سواء اصدقاء في سوريا، يعني ما شاء الله المواهب هلا واعدة جدا. يعني مثلا في اسماء شابه طالعه، استاذ جلال ما بعرف انت بتابع مثلا مثل على المستوى السوري، وصراحه يبدو له مستقبل واعد جدا، مثل السدير مسعود مثلا. تماما عنده رؤيه مختلفه وصاحب فكر. ما في يعني مثلا في بمصر بيتر ميمي كمان، اذا شفت انت صورته وشغله وتفاصيله، فمثل ما تفضلت مثل هيك أسماء ممكن أنت تستنى أعمالهم. صراحة أنا على الصعيد الشخصي بستنى أعمالهم. تفضل. تماما. السدير مسعود أنا بحضر أعماله تمام، لأنه وحتى سبق كمان نزلت بوست وشكرته على العمل اللي هو قيد مجهول. قيد مجهول صحيح، اللي اشتغله، لأنه العمل مشغول باحترافية عالية. طبعا هو بيتقاطع مع عدة أعمال سابقة تمام، نحن بنعمل نعتبره ريميك تمام أو إعادة، وكلهم رواية بالضبط. هي كلهم يعني مشتقين، سواء فايت كلاب ولا غيره، فكلهم مشتقين من رواية. تمام. بس أبدع فيه. وحتى أنا كمان يعني كتوثيق أكتر للرؤية البصرية للعمل تبعه، أنا حسيت حالي عم بحضر قصص مصورة. يعني حتى أضفت كم صورة من القصص المصورة القديمة اللي احنا كنا نحضرها وحطيتها ضمن التصوير وقارنت بينها وبين بعض اللقطات. بالفعل بتحس انه انت عم تحضر قصص مصوره، في عامل جذب كتير للزوايا تبع التصوير. تصوير استاذي شفت لي شغل الاضاءه، شغل الاضاءه الموفمنت الكاميرا كوادر التصوير فيه عم بيشتغل على ما بدي اقول لك وان تيك، بس تيك طويل نوعا ما على المشاهد الطويله بطريقه حرفيه. يعني صراحة مثل ما تفضلت، هو من الأشخاص أو من الشباب اللي إلهم مستقبل واعد جدا. وكله إذا أنت لاحظت اتفضل. وأنا بتوقع له الصراحة للسدير مسعود أنه يعني بعد فترة قريبة راح يكون يعني عم يتصدر صناعة أو إخراج أشهر وأبرز الأعمال السورية. وبالنسبة لموضوع الكتاب مثل ما حكيت لك كمان، يعني ما أنا بقيم العمل من ناحية إنه مين الكاتب، مين المخرج، فخلاص هذا بحر قطع. طبعاً في مخرجين وفي مواهب ككتاب ما بعرفهم تمام، بس شوي شوي عم شوف إنه لا، الأشخاص عم حط يعني تركيز عليهم. بالفعل في عندهم محتوى بصري، عمل قيم، عمل محتوى جميل يليق إنه الواحد والله بيهدر مثلاً الوقت الحضور على شيء مهم. يعني استاذي انت شفت، عم حكيك من مبدا تقني، انت شفت عاصي الزند الموسم او شفت شيء منه؟ انا بس على مبدا الصوره وشغل الكاميرا، شفت شيء منه الموسم الماضي؟ شفته طبعا انا حضرته بشكل كامل وبعتبره من انجح الاعمال اللي نفذها سامر البرقاوي. صحيح. وعمر أبو سعدة ما شاء الله عليه، يعني أبدع بالعمل ككتابة. صحيح. عاصي الزند أو الزند كان عمل يعتبر فارق بالنسبة لهالنمطية هاي من الأعمال اللي هي تتحدث عن الفترة أو الحقبة العثمانية وهذيك الفترات الزمنية. النظام الإقطاعي بالضبط، يعني اختار صراحة هو القالب اللي انطرحت فيه السياق الدرامي. الفترة الزمنية مثل ما تفضلت حضرتك، فترة بين أيام العثمانيين، فترة الإقطاع، ب
بمنطقة جغرافية محددة جدا أو مهمشة صراحة، محددة ومهمشة على على يعني من من مبدأ الفني أو تسليط الضوء عليها. فصراحة اختيار الـ 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 يعني أنا حسيته عمل متكامل إلى نوع ما، ووظفنا كمان مبدأ الروبن هود أو السوبر هيرو بطريقة عربية جميلة سورية إلى هدف ما. طبعا هو العمل بيحمل مضامين يعني مباشرة وإسقاطات غير مباشرة يعني. صحيح. فأبدعوا الشباب ما قصروا يعني من كل الإمكانيات. حتى مدير المواقع توافق بشكل مبين، في توائم عالي المستوى بينه وبين المخرج وبين الدي او بي، يعني بيظهروا لك الصورة بأجمل حلة وأجمل مظهر يعني. بالضبط أستاذي. كإنتاجيا هل كرم إنتاجي مثلا، هل الموضوع إذا بدنا نرجع لنقطة البداية بعيدا عن النص الجميل والإخراج الرائع واختيار الممثلين الموفق، بس قديش الكرم الإنتاجي أو السخاء الإنتاجي مهم بإنجاح هيك عمل؟ سؤال مهم الصراحة. هلا هون إذا نحن بدنا نعطي السؤال حقه تمام، نحن ممكن نحكي يعني خليه مختصر على موضوع الكرم الإنتاجي، لأن للأسف نحن بنشوف في بذخ تمام وكرم إنتاجي بأعمال لكن ما بتوصل لها النتيجة هاي من الجمالية. هو مهم جدا أنه يكون المنتج قبل ما يتخذ خطوة إنتاج أي عمل بيشوف العمل بيدرس العمل، وخصوصا إذا كان عنده خبرة في هالصناعة. كل ما كان في عنده خبرة كل ما خدم العمل أكثر، كل ما عرف أنه هو عم بيحط فلوسه في المكان الصح بالعمل القيم. هلا نحن بنشوف في اعمال ضغطت عليها ميزانيات ضخمه ومهوله تمام، لكن صراحه يعني لا تستحق يعني بدون اي هدف انتاجي. وفي نسبه كبيره ولا اكاد اجمع صراحه، بس يعني نسبه كبيره من المنتجين بيكونوا هن مجرد بزنس بعيدا عن مثل ما تفضلت بعيدا عن الوسط الفني. ف وحلو نحن نربح ماديا من الشيء كبزنس، بس بنفس الوقت يكون لنا كمان رسالة وهدف، ما هدف فني منه. مثل ما تفضلت في بذخ صراحة إنتاجي، بس اختيار نص سيء كطاقم عمل فنيين وفنيين وفنانين ممكن يكون سيء. أستاذ جلال أنا بدي أسألك سؤال، يعني من خلال متابعتك للأعمال بوقت اللي أنت سمحت لك، الوقت اللي سمح لك أنه أنت تتابع الأعمال العربية، هل في تخمة إنتاج عربي؟ يعني هل بمعنى في عرض أكثر من الطلب؟ شو رأيك بالإنتاج العربي من خلال أنت متابعتك بوقتك اللي بيسمح لك؟ والله الصراحة أنا بشوف الكم مو مبني على القيمة يعني اللي تستحق. يعني أنا بشوف في بعض، أنا أشوف نحن هون العالم العربي مقسم من ناحية هاي الصناعة. يعني نحن نعتبر مثلا دول المغرب العربي، بعدين عنا مصر وليبيا تمام، بعدين ندخل دول الخليج، بعدين ندخل لدول بلاد الشام. نحن ما عم ننظر الموضوع من باب تفرقة لكن من باب كصناعة وكيف توزيعها عم بيتم بين هالعالم العربي ككل. نحن بنشوف إنه في تخمة كبيرة في مصر. صحيح. أعمال بحجم كبير، أعمال كم كتير، يعني ممكن يكون خلينا نعتبر مبالغ فيه نوعا ما. هذا الشيء اللي عم ينعكس سلبا على بعض الأعمال، لأنه عم بتكون عم تاخذ فرصة الأعمال الأكثر قيمة. هون نحن في مجال صناعة السينما أنا كمنتج بركز على جزئية مهمة، وسابقا حتى ذكرتها في أحد المقابلات اللي كانت بتوقع على تلفزيون دبي، إن أنا بركز على موضوع قيمة العمل. القيمة المقدمة بالعمل هي الأهم. لما أنا بكون كشخص منتج ما عم أدرس هالعمل، ما عم كون باني استثماري في هالصناعة أو في هالمشروع على مبدأ القيمة، فهون مشكلة. وهذا للأسف عم بتشوفه بشكل كبير، يعني عم بتشوف ميزانيات عم تنضخ على اعمال ما تستحق. صحيح بالضبط. وانت اذا متابع يعني شوي الاعمال المصريه صراحه، مثل ما تفضلت اول شيء في تخمه انتاج، زائد مثل ما تفضلت في فشل كبير عم بيواجههم، ومثل ما قلت عم ياخذوا يعني على حساب غيرهم، عم يسوقوا ويبذخ عليهم من ناحيه الماركتينج والتسويق للعمل، بس مقابل
على حساب عمل ناجح آخر صراحة. والفرق صراحة أستاذ جلال أنه أنت يعني قبل ما تكون أنت قبل يعني ابتداء قبل ما تكون أنت منتج أنت فنان، فأنت عندك رسالة فنية، بس في نسبة كبيرة من المنتجين مجرد بزنس مان يعني رجال أعمال فقط، ما عندهم أي توجه رسالة فنية أو توجه أو هدفي بسبب هدف ما، بس مجرد هو بزنس ناجح. أوكي نحن بنجيب أكم اسم معروفين غض النظر عن النص، ندفع شوي بنشتغل شوي على الألوان، ندفع على الماركتينج بنبيع بسبب علاقاتي أنا كمنتج لقناة ما، بربح ماديا بغض النظر عن الرسالة بغض النظر عن الهدف الفني أو القيمة اللي بدها تعيش. أنا بس هذا تقريبا قبل ما أنت إلا لا لا. وحتى هاي التخمة على فكرة هلا مؤخرا صرنا عم نشوفها بالأعمال السورية. صحيح نحن صرنا عم نشوفها بأعمال سورية، مشان هيك عم بحكي لك إنه هاي الجزئية مو حكر على منطقة معينة أو نطاق جغرافي معين. صحيح. لكن لما بتصير بتشوف هالنسبة هاي من الأعمال اللي ما فيها قيمة ما فيها أساسا يعني يعني مضمون حقيقي وما بتعيش استاذ جلال، يعني هدول الاعمال ما بتعيش، يعني مجرد انتهاء الموسم انت بتنساها ما بتعيشها. بالضبط طبعا هاي قولا واحدا هذا اللي بيصير يعني. بالضبط استاذ جلال بدي اسالك شوي مختصاصك انت، يعني ممكن تشرح لنا يعني انا مثلا بعيدا عن انا بس انا كمتلقي عربي شو هو مين هو المنتج شو شغلته يعني شو دوره بصناعة الصورة الكبيرة أو العمل الأكبر مثلاً؟ هو يعني هو أنو حلقة بينهم؟ المنتج هو بكل اختصار هو الشخص اللي بيوجد البيئة المناسبة للفنان ليظهر أفضل ما عنده من ناحية خلينا نعتبر أجور، من ناحية العمل ككل، من ناحية الميزانية، من ناحية دعم المشروع، من ناحية إيمانه بهالمشروع، من ناحية معرفته وخبرته لهالعمل هذا اللي عم يتقدم. المنتج هو مثل ما بتحكي الرجل الأول في المشروع السينمائي. المنتج هو اللي بيحرك كل خلينا نعتبر يعني عنا مثل مبدأ المسننات اللي بالساعة اللي هي بتحرك الساعة ككل. المنتج هو اللي بيعطي الستارت لكل العمل السينمائي لكل العمل اللي احنا عم نشوفه على الشاشة. المنتج يعني هو اللي بيختار المخرج، المنتج هو اللي بيختار النص، المنتج هو اللي بيرشح الممثلين، المنتج هو اللي مثل ما بتحكي هو حجر الأساس حتى الجوانب الفنية على فكرة حتى جوانب الفنية ممكن يتدخل بكثير أمور تتعلق في العمل من ناحية إضافة على النص، من ناحية تعديل، من ناحية حتى تغييرات بيتم إجراءها على النص حتى خلال التصوير. حلو يعني هو واحد يعني في العمل هو الشخص اللي أنا مفرضا أمتلك رأس مال وأنا حابب أصنع عمل فني، فأنا من هون دوري أنا اختار الأشخاص الصح اللي بدها تنجح لي عملي الفني والبزنس الخاص فيه. بالنهاية هو أنا عم بستثمر بفلوس بناء على يعني بعيدا عن الرسالة الفنية أنا عم بستثمر بفلوس يعني بمال. فهو فينا نقول هو شعلة البنزين للعمل، هو حجر الأساس اللي بيجمع كل هالأشخاص المبدعين ليشكل إشارة الانطلاق بالضبط للعمل بالضبط أستاذ جلال تفضل. في توضيح بس بالنسبة لموضوع المنتج العرف المتداول في عالمنا العربي إنه المنتج هو صاحب العمل ككل تمام والمنتج هو اللي بيدير كل العملية الإنتاجية. طبعا هذا الشيء أكيد، لكن في عرف هوليود اللي بيزيد في البروديوسر أو المنتج المنفذ هو بيكون بالمقام الأول، يعني نوصل لمرحلة إحنا كمنتج منفذ بنختار المنتج. فهون الفرق بين هوليوود وبين العالم العربي أيوة. يعني هاي الفارق اللي الأساسي والجوهري في تعريف المنتج والمنتج المنفذ. المنتج المنفذ في العالم العربي هو اللي بيكون تحت إيد المنتج، هو اللي بيوظف الأموال لمكان الصح، يعني أنا في مال أنا كيف بوجهه هيك بالعالم العربي. في عالمنا العربي هو اللي بيدير العملية الإنتاجية بالضبط تمام، لكن في هوليوود هو اساسا اللي يجيب المشروع ككل وبيختار المنتج اللي يشتغل على المشروع.
أيوة. فهاي الفارق فعلا في فوارق بعيدا عن التخ. احيانا هلا بتشوف انت في عندك بعض الاعمال السينمائيه لما يكون في تكريم في جوائز بيحكوا مثلا البيست بيكتشر بتروح لمين؟ للاكزيكتيف بروديوسر او للبروديوسر ما بتروح للدايركتور، لانه اساسا اداره المشروع ككل وجمالياته ومظهر النهائي تبعه وكمنتج بصري عم بيتم من ناحيه المنتج. حلو، هذا في هوليوود تقريبا. هذا في هوليوود حلو. لا مختلف فعلا، في مختلف. استاذ جلال، السؤال، انت غالبا اغلب اعمالك انت تقريبا اكشن صح؟ ممكن تصلح لي، بس تقريبا فيها طابع الاكشن شويه، تشويق واكشن. هلا تماما فيها طابع الاكشن. هلا مؤخرا نحن شغالين على مشروعين او ثلاث مشاريع. تمام. حلو. في عندنا فيلم راح يتم ان شاء الله البدء فيه قريبا، في عندنا فيلم بيوغرافي راح يكون كمان درامي. فهلا صار في توجه عندي ان انا اشتغل على الافلام اللي بتحمل الصيغه الدراميه مثلا، لانه فيها مسجات اكثر. الجانب الترفيهي بالافلام الاكشن بتشوفه عالي، لكن بالافلام الدراما بتشوفه منخفض، لانه في قيمه تانية عم ترتفع عن قيمه موضوع الترفيه، انه عمر الوقت كمان اطول. صحيح، مضمون عمر الوقت بعيش اكثر. تماما، لانه الدرامي عم بيحكي لك قصص حقيقيه، قصص من الواقع بتروح خارج اطار الترفيه او الابهار البصري والمؤثرات البصريه يعني. فان شاء الله هلا الاعمال القادمه هي اعمال دراميه، اعمال دراميه عاليه، اعمال دراميه يعني. ان شاء الله باذن الله في احد الافلام هو بريف، راح يكون في قصه مميزه، قصه ما سبق وانطرحت في عالمنا العربي. فان شاء الله تسمع الاخبار الطيبه. اكيد عم نستنى يعني، انا بشكل شخصي صراحه عم بستنى كثير، واعتقد كل الناس يعني، باعتبار انت استاذ جلال يعني قدوه عربيه، بعيدا على انك بمجال الانتاج او بمجال صناعه الافلام، بس وصولك الى انتاجك الى هوليوود كشخص فلسطيني سوري وصل، فكلنا عم نستنى. طب سؤالي بيتعلق شوي بموضوع، بنرجع للاكشن، هل هو الاكشن اصعب ولا شو هو الفرق؟ انت طبعا عندك تجارب يعني، تجربتك وخبرتك من الاكشن، وحاليا عم تتوجه لنوع الدراما، شو الاصعب بيناتهم؟ شو الفرق بيناتهم، بين مثلا اذا انا بدي اشتغل اكشن مثلا، انا ما عندي خبره بالاكشن فرضا، شو الفرق بين الانتاج الدراما او انتاج الكوميدي او الرومانس او 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 عن الاكشن بالذات؟ شو الصعوبات اللي بتواجه الاكشن عن غير مجال؟ هلا كل عمل لا يخلو من الصعوبات حقيقة، لكن القاسم المشترك بأي عمل سينمائي هو موضوع العمل لمين موجه. نحن أساسا كمثل ما ذكرنا بالبداية إنه هذا الإنتاج السينمائي هو صناعة، هاي الصناعة لها فئات مستهدفة. يعني أنا لما بشتغل أكشن فأنا بستهدف فئة معينة، شريحة معينة من المشاهدين هي اللي بتحب الأكشن، الشباب، الفئات العمرية المعينة. صحيح. الباحثين عن التشويق إلى آخره. لكن أنا لما بتجه لموضوع عمل درامي أو عمل سينمائي درامي، فأنا هون بكون عم ركز على فئات معينة اللي هي بتحب تحضر فيلم لحتى بس يخلص الفيلم تعتبر نفسها أنه حضرت فيلم قيم، في مضمون، في رسالة قوية، في عبرة، في درس مكتسب من الفيلم. صحيح، في عبرة طبعا. نحن بالأكشن ما رح نطلع صراحة نتعلم كيف بدنا نضرب فلان وعلتان وكيف بدنا ننط من فوق سيارة ومن ننط من تحت جسر، بس الدراما نتعلم قيمة مثلا، عبرة، درس ما من الأعمال الدرامية. بالضبط. حاليا أنت صحيح بالضبط، لأنه صح يعني نحن ما رح نقابل رامبو بالشارع نساوي مثل رامبو ولا جون ويك ولا بس فعلا الدراما هي تشبه. صراحة أنا ما بفضل أعمال الخيال العلمي والأعمال السوبر هيرو، أنا بفضل أعمال الدرامية. يعني أنا شخصيا لما بيجي بدي أحضر عمل بروح للدراما أكثر. صحيح، وأنا صراحة أنا من كتير متابعين للدراما، وأنا بختلف معك على شغلة، بس موضوع الخيال العلمي اللي هو مو خيال أي خيال علمي. أنت بتعرف كريستوفر، أنا بحب صراحة نمط وفكر كريستوفر نولان مثلا، هذا النوع صراحة أنا بحبه، بس بشكل عام أنا مش كتير من
متابعين الأكشن مثل ما قلت تفضلت أكشن أنا بحضره بسطت شوي يعطيك العافية سكرنا التلفزيون وخلص ما تعلمت شيء ما فكرت ما ترك لي سؤال أنا أسأل حالي بعدين شو اللي صار شو تعلمت ليش هذا البطل ليش هاي القصة صارت هون ففعلا هو الدراما بتعيش معنا بالضبط بالضبط هي الأكثر تأثيرا فيها بالضبط وهي اللي بتشبهنا لما أشوف قصة حزينة فعلا أنت يعني أنت بتحط حالك محل البطل بالنهاية يعني أنا ما حط حالي محل جون ويك صراحة اللي بيقتل مليون شخص وما بيصل له شيء بس أنا بحط حالي محل مثلا الشخص اللي فقد صديقه اللي فقد أمه اللي صار معه موقف مثلا بحياته أنا بحط حالي محله وبتعاطف معه أنا ما حتعاطف مع جون ويك صراحة أو غيره وغيراتهم تمام أستاذ السؤال أنا ما حاب أطول عليك بس حاب يعني صراحة الحديث يطول ويطول بس حاب أسألك كم سؤال قبل ما ننهي حلقتنا باعتبارك نحكي من مبدأ كمنتج هل هو الإنتاج يعتبر بزنس رابح هل هو ريسكي يعني يوجد فيه مثلا نسبة مخاطرة كبيرة ممكن تشرح لنا وتشرح للجمهور ومتابعين السينما هاي النقطة هل هذا السؤال بالعادة بنسأله إنه مع الأشخاص اللي يكون عندهم اهتمام حتى يوصلوا فلوس في عمل سينمائي صراحة يعني دارك بيسألوني هل هالمجال يعني في ربح في عائد شو نسبة العائدات إلى آخره هلا هون في جزئية مهمة لازم نحن نشير لها بالنسبة لموضوع العمل السينمائي أو الصناعة السينمائية لما أنت بتكون كشخص عندك خبرة وبتعرف مكونات العمل الناجح وعناصر ومقومات العمل الناجح فأنت هون بتكون عم تعرف الخلطة الحقيقية كيف تحقق فلوس تحقق إيرادات هلأ بداية حديثنا لما كنا عم نحكي عن موضوع الأفلام وصناعة الأفلام أشرت لك أنه هي عم بتشكل اقتصاد لبعض الدول وللعلم أنه فعليا الولايات المتحدة الأمريكية عم تحقق يعني مئات المليارات من خلال الأعمال السينمائية لدرجة أنه خلص هي تصدرت المشهد العالمي في مجال هذه الصناعة وصارت صناعة يعني متكاملة الأركان وجزء مهم من الاقتصاد الوطني الأمريكي الصناعة السينمائية فيها فائدة فيها عائدات كبيرة لما أنت بتكون عرفان كيف عم تتعامل مع هالمنتج البصر اللي عم تقدمه للمشاهدين كيف عرفان تسوقه اللي بحكي لك المجال أو الصناعة السينمائية أو صناعة المحتوى البصري كمسلسلات وغيره غير مجدية فهو فعليا عم بيكون عم يتعامل مع المنتج بغير خبرة عم بيكون عم يتعامل مع المنتج بغير معرفة وبغير دراية لأنه كثير مسلسلات هلا احنا بنتعامل فيها أساسا لما بتنباع بالحلقة يعني تصفى عندك المحطات معينة بتجي بتشترك الحلقة مثلا 30 ألف دولار و 50 ألف دولار في حلقات بتوصل ل 70 ألف دولار وأكثر في عالمنا العربي وأعمال يعني صارت معروفة للكل كعائدات مضمونة وإمتى بيصير هامش الربح أعلى لما أنت كمنتج بتصير بيكون في عندك عمل بترشح له ممثلين معينين شخصيات معينة بتكون ضمن هذا العمل بيكون في عندك فرق صرف العملة مثلا بين العملة اللي مقيم فيها في الدولة المقيم فيها المنتج وبين الدولة اللي عم تتم فيها الإنتاج حتى هذا الشيء على فكرة على العرف هوليود موجود كتير بيلجأوا لدول أقل تكاليف إنتاجية لسبب أنه بيوفروا التكاليف وهذا الشيء بيصير يعني كل ما بيصير العمل مجدي أكتر اقتصاديا بحيث أنه هو مثلا يتكلف على العمل 3 مليون دولار تمام بينما لما بده يصوره بنفس البلد بيكلف مثلا 12 مليون دولار كصناعة مجدية جدا عائدات ضخمة في أفلام يعني أخذت عائدات ضخمة في فيلم كلف مليون ومئتين ألف دولار جاب عائدات تقريبا 54 100 أو 142 أو 154 مليون دولار يعني أنت متخيل كم ضعف عندك مثلا فيلم الجوكر تكلفة الكامل تقريبا حتى هذا نفسه اللي ذكرت عنه قلت إنه راح تخطى المليار تمام هذا الفيلم تقريبا كلف 50 55 مليون دولار توتال خلينا ننتبه بس قديه البوكس اوفيس تبعه العائدات تبعه تمام جاب مليار و175 مليون دولار فانت عم تحكي برقم مهول رقم ما في صناعه بتحققه الا الصناعات اللي هي مثل ما بتحكي صناعات تكون خارج المنظومه انه الشخص العادي يتعامل فيها صحيح وهو مثل ما تفضلت حضرتك يعني هي موضوع الخلطة الصح مدام أنا عرفت كيف وهي مكونات الخلطة الصح لصناعة أي عمل
أنا تقريبا بضمن نجاحه بنسبة كبيرة. أستاذ جلال صراحة الوقت فاتنا، أنا حابب أخذ منك، أنا حابب استضيفك صراحة مرة تانية لأنه الحديث كان جدا ممتع، وحابب يعني أخذ منك تأكيد إن شاء الله نستضيفك بحلقة تانية. بس أنا حابب أنجي بسؤال سريع على كنستك صراحة، باعتبار أنك فلسطيني سوري، كنستك علامة النصر. أستاذ جلال من موقعك للأسف بمعاناة يعني أهلنا بغزة والوضع الذي لا يحتمل صراحة اللي عم يتعرضوا له بسبب العدوان، بتوجه لهم رسالة؟ والله يعني هو الوضع اللي عم بيصير في غزة وضع مؤسف محزن جدا جدا، يعني هذا الشيء اللي عم بيصير يعني يتخطى الوصف، يتخطى حتى التعبير. فإن شاء الله هيك نسأل إنه الله رب العالمين هيك يفرج على أهلنا في غزة، يفرج على هالفئة المستضعفة الصراحة، وإن شاء الله تخلص هالمعاناة وتخلص هالأزمة هاي اللي عم بيمروا فيها، وهالمحنة وهالاختبار اللي فعليا هو اختبار العالم كله، اختبار ندعي أكيد اختبار طبعا كشفت اختبار لمصطلح إنسانية يعني على مستوى العالم كلياته، كشفت كتير من الحقائق، كشفت كتير من الأمور اللي كانت يعني تخفى على الجميع. فنسأل الله أنه رب العالمين يفرج على أهل غزة، أهلنا، أحبابنا، أصدقائنا. أنا إلي كتير أصدقاء في غزة يعني الصراحة، بوجه لهم إن شاء الله يعني أحر التعازي في فقدانهم لأقربائهم، إن شاء الله رب العالمين هيك يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة بإذن الله. آمين. يعني مثل ما حكيت لك البداية، ما في كلام بيعبر، المعاناة أكبر من الوصف صراحة، أخرستنا المعاناة. نحن من يعني من موقعنا هذا بندعو للرحمة لكل الشهداء والشفاء لكل الجرحى، وإن شاء الله الله يفك الكرب عن أهل غزة وأهلنا بالوطن العربي. شكرا كتير أستاذ جلال على هالحلقة الجميلة جدا والخفيفة واللطيفة، وموعدنا بحلقة تانية معك، أخذنا وعد منك بحلقة تانية إن شاء الله. أكيد نتشرف. شكرا لك، شكرا لفريق العمل، شكرا لأمام الكاميرا واللي خلف الكاميرا، وإن شاء الله نلقاكم قريبا بإذن الله إن شاء الله. ومن هون أعزائنا ومشاهدين ومستمعين بودكاست ليالي فيينا، بننهي هالحلقة المشوقة مع ضيفنا الجميل جلال أبو سمير، وبنلقاكم بحلقة جديدة. تصبحوا على خير وإلى لقاء آخر. ليالي فيينا بودكاست.